السلام عليكم طلاب، كلية الزراعة قسم البستلة المرحلة الثالثة جامعة الكوفة. أنا وياكم دكتور مقداد، مدرس مادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الثالثة. إن شاء الله راح ناخذ اليوم المحاضرة السادسة. هذه المحاضرة تتركز على زمن المضارع، زمن الماضي البسيط، وراح ناخذ بهاي المحاضرة أيضا جزء من أو قطعة ضمن المنهج، وراح ناخذ بعض ملاحظات عن الكتابة، عن كتابة الإيميل يعني. وأكيد راح ناخذ التكملة إن شاء الله في المحاضرات اللاحقة لهذه المحاضرة. فبداية راح نبلش بالقواعد أو الجرامر، زمن الماضي البسيط. احنا اخذنا بالمحاضرات السابقة اخذنا زمن المضارع البسيط، وهسه واخذنا زمن المضارع المستمر. هسه راح ناخذ الماضي البسيط. هاي الوحدة طبعا هي الوحدة الثالثة، يونت 3، راح نبقى بها فد اجوز 4 إلى 3 محاضرات حسب يعني التقسيم مالتنا. هسه راح نبلش بالماضي البسيط، زمن الماضي البسيط، past simple tense. زمن الماضي البسيط أقرب شيء هو إلى زمن المضارع البسيط. هسه راح نشوف القواعد مالته وراح نفهم ليش هو قريب على زمن المضارع البسيط. زين، بداية خلينا نشوف شنو استخدامات اليوز مالته، زمن الماضي البسيط الباست سمبل تنس. أول شيء يستخدم لمن؟ لوصف حالة أو حدث، حدث بالماضي. قلنا المضارع البسيط يستخدم مثلا لوصف حالة تحدث أو حالة أو حدث، أو عندك عادة أو حقيقة نوصفها بالمضارع البسيط. إذا عندك هذا الحدث أو الحالة صارت شنو، أو الفعالية صارت شنو بزمن الماضي أو في الماضي قبل وقت التكلم، نستخدم هنا زمن الماضي البسيط. زين، شنو الناس يقول؟ A finished action in the past، حالة أو فعالية صارت بالماضي وانتهت. مثلا أمثلة: We met in 2000، نحن التقينا بالسنة 2000. I went in Manchester last week، أنا ذهبت إلى مانشستر في الأسبوع الماضي. جون left 2 minutes ago، جون شوف قبل 2 minutes استخدم زمن الماضي، يعني قبل دقيقتين تستخدم هنا زمن الماضي. جون left، جون غادر دقيقتين قبل الآن يعني. عادة الظروف اللي تستخدم مثلا last week ago، التاريخ اللي قديم يعني التاريخ اللي قبل مثلا يوم، أو هو يعتبر زمن الماضي، قبل يوم أو إلى قبل مئات السنين هو زمن الماضي. زين، شنو الاستخدام الثاني بعد للزمن الماضي؟ الاستخدام الثاني زمن الماضي شنو؟ action that follow each other in story. إذا عندك قصة بالماضي وكل القصة يعني بها أحداث متتالية كلها نستخدم لها زمن الماضي. إذا عندك قصة مثلا، إذا عندك أنت أحداث تريد توصفها، عندك تريد تكتب تقرير مثلا عن تجربة أنت قمت بها بالزمن الماضي، كلها تذكرها بزمن الماضي. هسه مثلا هذا المقطوعة أو الباراجراف: Mary walked into the room and stopped. She listened. شوف هنا عندنا walked، walked هنا الألماني لفوت، walked يعني مشت، into the room and stopped وتوقفت، هنا الماضي stopped. listened أصغت، carefully she heard، سمعت، a noise coming from behind the curtain، ضجة تجي من خلف الستارة أو الستارة. she trailed the curtain، هي فتحت أو وخرت الستارة، and then she saw، وهي رأت. شوف كلها هاي كلها بزمن الماضي. بس راح نرجع على القواعد ونشوف شنو بصير بزمن الماضي. ما عندنا فور القاعدة. زين، قبل أن ننتقل للقاعدة، احنا عندنا اوكي، خلينا ننتقل للقاعدة. زين، هنا الفورم. عندنا 3 حالات، عندنا البوزيتيف والنيجاتيف
والكوستشن، حالة الإثبات وعندنا حالة النفي وحالة السؤال. زين، طبعا هاي نحن خلينا نعطيها أول شيء شنو، إنه هو الفول فيرب. هاي الحالة الفول فيرب، نكتب الفول فيرب إذا يطلع ما أعرف فول فيرب. هاي حالة الفول فيرب يعني شنو الفعل التام، مثل play قلنا بدنا أفعال تامة، play، write، sing، drive، swim، read، إلى آخره، arrive، left، كل هاي أفعال تامة. يعني شنو أفعال تامة؟ يعني هي بوحدها ما تحتاج فعل مساعد. يعني عندنا قلنا أخذنا بالبداية الأفعال المساعدة وأفعال الأكزيلر فيرب اللي هي شنو الفيرب تو بي والهاف والدو، وعندنا المضر الأكزيلر فيرب وعندنا الفول فيرب. هسه كل في حالة الفول فيرب، الزمن الماضي في حالة الفول فيرب، هاي القاعدة مالته. شنو القاعدة مالته؟ في حالة البوزيتيف أولا، في حالة البوزيتيف إذا عندي شنو إذا عندي الفعل سواء مفرد أو العفو، إذا عندي الفاعل سواء مفرد أو جماعي، شنو الفاعل المفرد اللي قلنا خدناه؟ اللي هي والشي والإت. بنفس الحالة الآي والوي واليو والذي، ذني فواعل جمع، كلهم ينطبقن عليهم نفس القاعدة. شنو القاعدة؟ نجيب الفاعل السبجكت زائد الفعل بي شنو؟ اي دي، او شنو معناته بي اي دي؟ يعني بالزمن الماضي. بعض الافعال شاذة مثل ليف، ليف يغادر بالمضارع، شو تصير بالماضي؟ ليفت. هاي الافعال الشاذة انا ان شاء الله ادز لكم الليستة مالتها، القائمة مالتها. زين، ارايف، ارايفد، معناته شنو؟ اجيب السبجكت زمن السبجكت واجيب الفعل بزمن الماضي زائد تكملة الجملة زائد إذا عندي ظرف أخلي ظرف. عادة عندنا الظروف مثل ما قلنا تصير مثلا yesterday at 3 o'clock، مثلا at 3 week ago، إلى آخره. في حالة النيجاتيف شنو؟ نجيب السبجكت نفس السبجكت، نجيب did ونوت. نجيب did فعل مساعد هذا الديت ونوت. انا دائما افضل قلت لكم انه نكتب النوت من كامله، مو انتي وفوقها يعني هاي الفارزه. زين، نجيب فعل فعل مساعد ديت زائد نوت زائد شنو الفعل التام، هنا راح يرجع مجرد. اذا تتذكرون قلت لكم القاعده الثانيه، القاعده الاولى كل جمله لازم بها فعل وفاعل، القاعده الثانيه إذا عدي فعل مساعد خصوصا في زمن الماضي المضارع وزمن الماضي، إذا عدي إجا فعل مساعد ظهر الفعل اللي بعده يصير مجرد ونكمل الجملة. She did not finish yesterday. نعيد القاعدة، نعيد القاعدة، أجيب الفاعل، أجيب الفعل المساعد دائما did، دائما did. زين، سواء فاعل مفرد سواء فاعل جمع دائما اجيب did، واجيب not اخليها زائد not زائد الفعل مجرد يصير. يعني اذا اعطيك جمله بالمضارع، العفو، اذا اعطيك جمله بالماضي مثبت مثلا they arrived 3 weeks ago، اذا تريد ننفيها تنفيها شو يصير؟ they did not arrive بدون اي دي، وخر الاي دي. ليش؟ لان تاثير الاي دي او تاثير الزمن الماضي منو اخذ did؟ اللي هي شنو؟ ماضي مال do does، ماضي دو دوز هي ديد، وكل الفواعل قلنا الفواعل كلها تاخذ ديد. هنا شنو المخر الاي دي مكمل، يعني they arrived 3 weeks ago. شو تصير؟ they did not arrive بدون اي دي 3 weeks ago، هذا بس نوخر الاي دي ونحط ديد. We are not. في حالة السؤال قلنا في حالة السؤال يتقدم الفعل المساعد على الفاعل، يتقدم الفعل المساعد على الفاعل، واذا عندي اداه استفهام تجي بالبدايه. زين، بس احنا خلينا ننسى اداه الاستفهام، قلنا اول شيء يجي الفعل المساعد، فاعل، فعل، فاعل، كل هذا فاعل، فعل. زين، وكلنا قلنا ديد، عندنا بالماضي بس ديد، ما عندنا لا دو ولا دوز، دو ودوز بالمضارع. زين، اذا عندي اداه استفهام اجيبها بالبدايه. اذا نعيد، اول شيء اداه اول شيء فعل مساعد، زاد الفاعل، زاد الفعل مجرد. زين، ليش؟ لان تاثير الزمن اخذ منه الفعل المساعد، قال انا راح ادخل بالجمله بس تعطيني تاثير الزمن، قال له انا ما يخالف ندخلك بالجمله اعطيك تاثير الزمن. زين، في حاله انه عندي اداه سؤال، وين، وير، واي، هو، لان كلها ادوات السؤال.
شو يصير؟ بس نجيبها نخليها هذا، بس نجيبها نخليها، يعني يصير when did you finish the report, when did he get married إلى آخره. عندنا short short answer. في حالة إنه short answer شو نصير؟ هذا short answer. يعني إذا عندي سؤال شنو short answer مالته، هذا short answer. Did you enjoy the meal؟ هل أنت يعني استمتعت بالوجبة أو عجبتك الوجبة يعني الأكل؟ لاقي إنه مثبت yes we did، تصير الجملة الجواب مثبت. إذا استخدمنا yes يصير الجواب مثبت، إذا استخدمنا no يصير الجواب منفي. yes we did no we didn't، يعني الفرق هناك كنا شو نقول بالمضارع؟ yes we do no we do we don't. إذا عدنا الفاعل مفرد yes he did yes he does no he doesn't. هذا الفرق، يعني الماضي البسيط أسهل من المضارع البسيط. ليش؟ لأن هذا فعل مساعد واحد. زين، في حالة أنه شنو لا تتذكرون بالمضارع، كان عندنا verb to be يشتغل هو مرات فعل رئيسي لا تتذكرون، حتى بالبداية أول يونت خلنا الأفعال المساعدة أو الأكزيلر verb، قلنا مرات الأكزيلر verb تجي فعل رئيسي. نا الverb to be يجي فعل رئيسي بزمن الماضي، ماشي، وهاي قاعدة مالته. زين، شنو هو الverb to be بالماضي؟ عندنا إما was أو were، عندنا إما was أو were. هنا مفصل لك، إذا الأفعال مفردة أو العفو الفواعل مفردة تصير was، وإذا الفواعل جمع تصير were. واضح أعتقد. زين، في حالة النفي مجرد بعد سلب نجيب not، لأن عندنا هنا فعل مساعد هو ظاهر، هو هنا ما جاي يشتغل فعل مساعد، جاي يشتغل فعل يعني فعل تام، بس هو كهيئة الهيئة مالته هو فعل مساعد، فقبل النوت تدخل عليه. بالحالة الأولى فول فيرب ما كان عندي فعل مساعد، النوت ما تريد تدخل، ما تجي، يعني ما تجي وحدي، لازم تجيب لها فعل مساعد، يلا تدخل. زين، شو نجيب؟ نجيب لها did، لا في حالة الفعل التام، يعني they arrived three weeks ago. نريد فيها ما يقول they not arrived، لا لازم أكو فعل مساعد، شنو هو؟ did، they did not arrive three weeks ago. هنا في هذه الحالة عدم الverb to be موجود، هو فعل مساعد، يعني شغله يشتغل فعل مساعد. زين، وهو فعل أيضا هو الفعل الرئيسي بالجملة. من نجي فيها قبل بس أخلي نوت، يعني كلش العملية بسيطة، يعني he was not مثلا a teacher، he wasn't a teacher، we weren't نقول in بصرة two days ago، احنا ما كنا بالبصرة قبل يومين، we weren't in بصرة two days ago. في حالة السؤال يتقدم الفعل المساعد، نفس القاعدة، يتقدم الفعل المساعد على الفاعل وتكمل الجملة. شلون نقول was he in Basra two days ago؟ لا no he wasn't. هذا short answer، بس راح ناخذ لأن بعض الأمثلة، خلنا ناخذ كم مثال. last year Richard was 22. قبل السنة الأخيرة Rachel was 22 so she is 23 now. بهذه السنة اللي احنا جاي نحكي فيها هي 23 عمرها، يعني 23 سنة. We were hungry after the journey، احنا يعني كنا جوعانين بعد الرحلة، but we weren't tired، بس احنا ما كنا تعبانين. بالآخر من الأمثلة Your shoes are nice، يعني الحذاء مالتك جميلة. Were they expensive، كان غاليات يعني سعرهم غالي إلى آخره. زين، the short answer yes، مثل ما قلت لكم أو وضحت لكم، he was. إذا بالنفي no he wasn't، no you weren't إلى آخره. لا مثلا بعض الأمثلة were you late no
اي وزنت. شفنا السؤال بالوير، ليش؟ لان يو يشتغل وياها الوير، الاي يشتغل وياها الووز. نو اي وزنت. وير سو اند ستيف ات ذا بارتي؟ وير سو اند ستيف، شوف هنا عندنا اثنين، يعني الفواعل اثنين فيصير جمع. ات ذا بارتي، نو ذي ويرنت، الى اخره. هنا عندنا بعض عندنا هنا بعض التمارين. شوف هنا عندنا هاي الصورة، هذا كاري، واحد اسمه العفو كاري، جاك اند كيت، سو، مستر اند، مستر هال، مسز هيل، مستر اند مسز هيل، بن. مثلا خلينا ناخذ في المثال هذا الاول محلول. شوف هسه السؤال يقول لك Where were these people at 3 o'clock yesterday afternoon؟ هو حتى السؤال هنا هو بالماضي، جاي يقول لك وين كانوا هذول الناس في الساعة الثالثة، يعني أمس. مثلا نجي للصورة جاك أند كيت، ومعطيك هنا يمكن أفعال مطلع ما مطلع، نقدر احنا نعبر عن هذه الصور. جاك أند كيت شو نقول؟ Where in cinema؟ أو in the cinema. زين. So was in train station. ليش so مفرد؟ was in train station. زين. هنا عندنا مثلا النقطة الرابعة. Mr. Aunt and Mrs. Hull were in restaurant. خامسة بين was at the beach. مثلا. And you طبعا was in the bed. مثلا اذا كرياتيف اذا قصدهم منتصف الليل، بعد منتصف الليل. زين، هنا عندنا هم نفس التمرين او التمرين الثاني. read about Lisa journey at the Madrid. put the verb in the correct form. مجرد هنا يعني يريد تخلي الفعل بصيغته الصحيحه. هذا التمرين راح احل فد نقطتين منه، وحاولوا تقروه ونرجع احنا بالمحاضره ان شاء الله بالبث نحل. هسه هنا شنو شلون الترتيب؟ يعني نعطيك كل سطر نعطيك الافعال اللي راح تستخدمها، بس كون تستخدمها بصورتها الصحيحه. زين، طبعا هو بادي لاست تيوزداي. من قايل لك لاست تيوزداي؟ يعني شنو؟ كله بزمن الماضي. ليسا اولا او نمبر 1، فلو هو فلاي، فلو يعني طارت او يعني اخذت رحله. From London to Madrid، من لندن الى مدريد. شي شنو؟ جت. اذا بالماضي شو يصير؟ شي جوت. شي جوت اب، يعني استيقظت at 6 o'clock in the morning and for a cup of coffee. طبعا ما طول بالبدايه قال لك هو شنو؟ ما طول بالبدايه قال لك هو last Tuesday. يعني شنو معناته؟ معناته بالماضي، كل الشغل راح يصير بالماضي، كل الازمنه راح تصير بالماضي. زين، نجي هنا in the morning she got up 6 o'clock in the morning and a cup of tea had. شو يصير مكان had؟ يصير had، لان الماضي مالها had. ونكمل ان شاء الله هذا المحاضره نحاول نغطي. خلينا ننتقل للموضوع الثاني المهم اللي بالمحاضره اللي هو القطعه. زين، هاي القطعة يعني اكو قصة، خلينا نقرا القصة ونجي اكو فراغات بالقصة، يعني مط فراغات. نحاول شلون نخلي هاي الفراغات او يعني كل فقرة من اي الى الاف بكل بما يناسبه بالقطعة، يعني نحاول نفتهم المعنى هنا وشنو الفراغ المناسب اللي نخلي به هاي العبارات من A إلى F. الأمر من قطعة The tale of the glass cup and the baby. glass cup يعني واحد اسمه glass cup. الظاهر هاي شلون نقول قصة من يعني تراث الهنود الحمر، خلينا نقول، أو من هالمعنى، يعني من هالصورة نقدر نستشفى هذا الشيء. زين، The tale معناتها قصة أو حكاية. The tale of glass cup and the baby. baby يعني طفل.
طبعا هي كل القصص بها معنى، بالإضافة لمعنى إنه كل قصة هي متعلقة بالزمن اللي جاي تاخذه اليونت. يعني هسه احنا اليونت 3 هو الزمن الماضي، فاحنا هنا راح نشوفوا هاي أمثلة على زمن الماضي، وأتمنى تتابعوها يعني تجرون جواها خط حتى يعني تصير عندكم أكثر بعد، يعني يصير فهم أكثر للقواعد. كلاس كلاس كاب ذا وورير يعني مقاتل، إذا كلاس كاب هو جاي يعرف كلاس كاب ذا وورير واز فيري بليست with himself، كلش فرح يعني سعيد بروحه because he فراغ because he فراغ نار نمبر 1 يعني يكون تجيب مثلا واحد من ذني فراغ وهكذا لأنه فراغ. he boasted to a woman friend، هو يعني تفاخر ويتباهى قدام يعني سواء صديقته أو مرأة صديقته يعني بهالمعنى. Nobody can beat me. ماكو أحد كان يقدر شلون يقول يهزمني. Really? Said the woman. صح يعني حقا يعني المرأة تكلمت أو قالت. I know someone who can beat you. المرأة قالت أنا أعرف أكو أحد يقدر يهزمك أو يتغلب عليك. His name is Wazes. Wazes. Glasgow. فراغ يعني تكون تكمل هذا نمبر 2 شنو يناسبه من الـ A للـ F. He immediately wanted to meet him and fight him. هو أراد أن يقاتله ويلتقي به ويقاتله. So he was taken to the woman village. هو أخذه. He was taken. شوف هنا زمن الـ بعد يعني زمن الـ passive هذا. He was taken. Some يعني مو أكو واحد أخذه. يعني منو هذا الواحد مو مهم. حتى يعني شوف شلون الباسيف يجي. He was taken to the woman village. أخذه إلى قرية المرأة أو المرأة يعني القرية اللي تعيش فيها المرأة. The woman pointed to baby who fell on the floor of the teepee. يعني المرأة أشرت على طفل أكو طفل أوش هو فراغ on the floor of TP. يعني هو مثلا فنقول فراغ كنت نشوف الفراغ شنو الفراغ نجيب يا نقطة A إلى F من النقاط العبارات اللي قلنا بيها on the floor of TP. TP يعني خيمة، ظهر هاي نوع من الخيمة يسموه TP أرضية الخيمة. floor of TP أرضية الخيمة. there هي قالت she said that was هذا الواسس اللي هو يقدر يضربك يعني اللي يتغلب عليك. He is a little هو صغير but he is very strong هو كلش قوي. Last cap left هذا الوارير أو المقاتل ضحك and went up to the baby. راح شوف هنا went left بالماضي and went وذهب يعني ضحك وذهب went الماضي مال go to the baby. I'm last cap جاي حاجة يحكي وياي قال I'm glass cup fight me قاتل me. she shouted he shouted هو يعني شلون نقول بصياحة بصوت مرتفع قال له هذا الحكي. little voices look at him نظر إلى for a moment للحظة زين then he opened his mouth بعدين هو فتح شوفه ما بالماضي opened بعدين هو فتح يعني الفم وا وا دامي يعني يبكي يسكريم صيح. last cup number 4 فراغ he dance award dance هو يعني خلينا نقول رقص and يعني رقصة الحرب and sang some war song وغنى بعض أغاني الحرب. horses scream louder يعني هذا الطفل قام يعني يصيح بعد أعلى وا وا وا. last cup covered his ear هذا المقاتل غطى covered شوفوا بالماضي his ear غطى إذاناته ears and run out ركض to the off run out of the TP ركض يعني خارج الخيمة أو بعيدا عن الخيمة. هي فراغ هو يعني كنت تعرفون شنو هذا الفراغ. بارزة he stopped and listened توقف وأصغر the baby frog
البيبي يعني هم كنت شنو اللي يناسبه. لاست كاب ذا فير ليس شلون اللي ما يخاف was terrified كان مرتعب. He ran هو ركض and was never seen again. ركض بعد ما انشاف أبد يعني never seen يعني هاي هم بال was never seen يعني بال مبني المجهول إن شاء الله ناخذه. And the woman village في قرية المرأة هاي تحت القطعة أتمنى يعني تقروها تشوفون شو اللي يناسبها ونتناقش إحنا إن شاء الله في المحاضرة. زين هنا راح ننتقل للموضوع الثالث والأخير هو شنو الرايتنج. عندنا موضوع الرايتنج هنا بالرايتنج اكو عبارات هنا يعني جاي نتحدث بالرايتنج عن الايميل او الرسائل الالكترونيه. اكو بداية كل رساله الكترونيه اكو عبارات افتتاحيه وبنهايه كل رساله اكو عبارات ختاميه. زين اللي مطلوب بهذا التمرين زين انه تعرف اي عباره من هاي هي شنو beginnings بداية يعني خلينا نقول افتتاحيه واي واحده هي endings ختاميه. زين اذا ابتدائيا نقول بي واذا ختاميا نقول اي. زين خلينا ناخذ هاي بعض الامثله وان شاء الله بالمحاضره اوضح لكم اكثر. مثلا اول مثال just I not to say thank you so much for having me to stay last weekend. يعني انا يعني ابلغ فد ملاحظة انه انا اريد اشكرك لانك انت يعني ضيفتني او في يعني اعطيتني اقامة شلون بالويكند السابق. مثلا ناخذ هاي صار بيجنينج هاي بدائية هاي عبارة نفتتح بها الايميل. زين نفس الشيء هاي الثانية thank you for your letter of 16 April please find enclosed check for 50 euro. شكرا لرسالتك اللي هي كانت في 16 April أو يعني find يعني أوجد أو شوف ال enclosed check اللي الشيك يعني الشيك يعني احنا نقول الشيك يعني مال الفلوس ب 50 يورو وهكذا. هاي ساهم ابتدائيا. زين خلينا ناخذ بعض الامثله او نحل بعض الاسئله. رايت اور ليتر ستيل ايميل مي سون هاي نهائيه يقول له يعني جاوبني حالا بعد ما تكتب انت الرساله تطلب من المقابل انه يجاوبك حالا. مثلا هنا مثلا السادسه we trust this arrangement meets with your satisfaction. احنا نعتقد انه هذه الترتيبات meets يعني تلاقي او توافق your satisfaction يعني رضاك يعني your satisfaction يعني مقبوليه منك. زين هاي شو يصير end. مثلا I look forward to hearing from you at your earliest convenience. هاي العبارة الثامنة عفوا I look forward to hearing from you at your earliest convenience. أنا أتمنى أنه أحصل منك يعني رد أو أسمع منك يعني to hearing from you أحصل منك رد at your earliest convenience بما يعني يناسبك أو الوقت اللي يناسبك خلينا نقول أو يعني أكثر وقت مبكر يناسبك. أنا تقريبا هسه نفس هذا التمرين أكو تمرين بعده التمرين الرابع. هذا شنو التمرين؟ إنه إحنا عندك beginnings بدايات وهنا عندك endings نهايات. كون تشوف تحاول توصل beginnings ويا endings يعني أكيد من المعنى راح تشوف شنو beginnings وشنو اللي يناسبه من endings. هالشيء واضح. خلي أحل لكم واحدة. خلي أحل الخامسة. There Mr. Smith, we received your order for the encyclopedia
your CD room and your check for 75 يورو. يعني احنا استلمنا منك هاي الانسايكلوبيديا يعني الموسوعة يعني السي دي روم اللي يناسبه. خلينا نشوف يعني هنا شوف عندنا your order، هنا هم عندنا your order، معناته يعني هذا هاي البداية وهاي النهاية بهالمعنى. يعني ما شنو we apologize for inconvenience، احنا نأسف على اي شيء يعني ما ناسبك او اي شيء ضايقك هنقول او اي شيء ما ارتحت له. and we'll have pleasure in processing، واحنا عندنا يعني شلون السعادة حتى نكمل لك او نجز لك your order يعني طلباتك. as soon as we receive the additional amount، حال ما نستلم الدفعات شلون نقول القادمه. your sincerely المخلص name بالي computer software، هذا يدل على شنو على السي دي، هاي السي دي روم متعلق بالكمبيوتر سوفتوير، من هذا احنا نقدر نستلم. أنا إن شاء الله بال يعني بهذا التمرين يعني المحاضرة راح تنتهي. نشوفكم إن شاء الله بالبث المباشر إن شاء الله بموعد المحاضرة يوم الثلاثاء 9 مساء. وأتمنى هاي المحاضرة تقروها وكل التمارين المطلوبة تحلوها، وراح أنزل لكم واجب إن شاء الله بعد يعني بعد الثلاثاء، وإن شاء الله يكون الأمور عندكم واضحة. إن شاء الله أشوفكم على خير وفي أمان الله.